السلام عليكم. ده تاني فيديو في لاب 2، هنتكلم على الحاجات زيادة ممكن نعملها في الكلاس اللي احنا عملناها. اللاب كان فيه تو كلاسز، كان فيه راشنال كلاس والديفلوبر كلاس، فهنزود الفانكشناليتيز دي على الاثنين. اللاب ده اوبشنال، فيديو قصدي اوبشنال، مش شرط الناس تعمله، تبص عليه عشان ممكن يبقى فيه حاجات صعبة، بس لو حد شافه اعتقد هيستفيد. طيب ماشي. تخيل ان انت المفروض ان انك تبقى عارف الراشنال كان عامل ازاي. الراشنال كان هدفه ان انا اعرف امثل الرقم اللي هو ده كده، اعرف امثل الارقام بالطريقه دي، ان هي عباره عن نمريتور ودينومريتور. ف عمال بتخيل كده ممكن نزود ايه على الكلاس ده. فممكن مثلا حد يقول لك انا عايزه يعني عايز يبقى في فانكشن مثلا تطبع الراشنال نمبر ده طبعه كفلوت نمبر، يعني اطبعه بقى مش زي ما كنت بطبع هنا. يعني لو حد جه هنا عند الديفينيشن هتلاقي الراشنال ده كان بيطبع ازاي. كان بيطبع يفتح قوس ويكتب النومريتور، بعد كده يقسم، بعد كده يطبع الدينومريتور، بعد كده يقفل القوس. فنفترض ان انا في حسابات وعايز بقى احول، عايز اسويتش الطباعه ما بين اسمه ايه ده، ان انا اطبع راشنال او اطبع فلوت. يعني اطبعه مثلا انا عندي نص مره يطبع كده ومرة تانية يطبع كده. طيب ففي طريقتين للموضوع، ممكن نعمل فانكشن زيادة تطبع الفاريبل كده، وممكن نعمل حاجة زي اللي بتعمل في الحاسب. هنشوف دلوقتي الكلام بيتعمل ازاي. فانا كده كده امدح الفانكشن دي اتضايق، لان الفانكشن دي مش هعرفها. عشان اعرفها هحتاج اروح في الاتش فايل، اكتب اسم الفانكشن، احتاج اروح في السي بي فايل، اعرف الفانكشن. فبدل ما هبقى اجي اطبع هطبع كده، هطبع حاليا كده. اقول له لا ما تطبعليش بقى النم لوحده، وبعد كده اطبع سلاش، بعد كده اطبع دينام. هقول له اطبع نم على دينام على طول، وبالتالي هيحسب الحسبه هنا ويطبع الناتج. بس في هنا مشكله نشوفها حالا، ان انا لو قلت الاتي فين زد، بلاش زد نخليها مثلا اتش، نطبع اتش اس فلوت، نشوف اللي يحصل كده. هنلاقي الاتش طبعت واحد. لو جينا هنا الزد اهي، زد 3 على 1، الجي 4 على 1، الكي نيجاتيف 3 على 2، البي 3 على 2. فالاتش اهي واحده، الاتش اخر واحده اللي هي دي، اللي هي طبعت فين؟ ما طبعتش اصلا، بس هي قيمتها 3 على 2. فالمفروض لما تطبع يطبع 1.5، بس طبع واحد بس. فدي غلطه مشهوره، يعني غلطه سببها الاتي، ان انت هنا عندك النم والدينم نوعهم انتجرز، بالتالي لما تيجي تقسم النم على الدينم في الفانكشن هيتقسموا قسمه انتجرز. فالحل بتاعنا اضرب 4.0. طيب ده كده اول حل. لو جينا نرن البرنامج كده هيعمل ايه؟ هيبقى طبع 1.5 زي ما احنا متخيلين. تمام. طيب في حاجه تانية ممكن ما تبقاش عامل الفانكشن دي، ممكن تبقى عامل مود للبرنتنج. يعني ممكن تعمل مود انا برنت راشنال ولا برنت فلوت نمبرز، وتسويتش بقى تقول له مثلا يبقى في فانكشن اسمها كي دوت سويتش، سويتش برنت، هو زر السويتش دي عشان سويتش كي وورد موجوده في السي بلس بلس. وتبقى الفانكشن دي لما ندهها بتسويتش بتغير فاريبل جوه نعملها. فانا همسح السطر ده كده واخليه كالاتي. اقول سويتش برنتنج، ده فوت سويتش برنتنج ده تغير مود الطباعه. يعني مثلا مره لما اجي اطبع برنت راشنال، لو طبعت راشنال كده هنا فانا هي طبعت الكي قبل،
وبعد كده عملت سويتش برينتنج، وبعد كده طبعت الكي بعد. فايه سويتش برينتنج ميثود ده؟ نشوف دلوقتي نعمل فانكشن كده اسمها void switch printing method void switch printing method. المفروض الفانكشن دي تعمل الاتي. المفروض الفانكشن دي تغير طريقة الطباعة، بمعنى انا لما اجي اعمل print rational دي مرة هطبعها كده ومرة هطبعها كده على حسب مطلوب اطبع ازاي. فانا اللي هعمله هنا في الفانكشن دي ان انا هقول له، عايز اقول له لو انا المفروض اطبع فلوت، لو المفروض راشنال برنت راشنال لو المفروض اطبع راشنال اطبع كده، لو مش المفروض اطبع راشنال اطبع كده. طب ايه برنت راشنال دي بقى؟ نسميها برنت راشنال فلاج كده، دي نخليها بوليان فاريبل. نعرف هنا بول فاريبل نحط فيه البرنت راشنال فلاج ده، ونروح على الكونستراكتورز نساوي البرنت راشنال فلاج ده ك variable هساويه على طول بترو في كل constructor. يبقى انا كده ضمنت ان اي object يتعمل من نوع rational هيبقى print rational flag ده فيه بترو. وبالتالي هنا اول مره انده print rational ايه اللي هيحصل؟ هيقعد يدخل الحته دي كده. نيجي نرن كل مره اجي انده few errors هنا switch printing method اه بيقول لي ان الفانكشن دي ماشي run. فهتلاقي ان هو كل البرنت اللي في المين، كل البرنت اللي في المين اللي عملها طبعها عادي جدا، برنت راشنال برنت راشنال، اهو طبعا الارقام كلها ورا بعض كلها راشنال. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا كل مره ادخل جوه برنت راشنال دي نجرب نديباج كده، فتلاقي برنت راشنال فلاج ده بترو فيدخل يطبع الطريقه دي وعمره ما بيدخل في الالس دي. فاحنا اللي عايزين نعمله بقى الاتي، احنا كل مره يدخل هنا يدخل عمره ما بيجي في الحته دي خالص، ان البريك بوينت دي عمره ما هيلمسها، عمره ما هيلمس البريك بوينت اللي عند الالس دي. ليه؟ لان عمره البتاع ده ما بيبقى فولس. طب ازاي اخليه فولس؟ عن طريق الفانكشن اسمها سويتش بقى، سويتش برنتنج ميثود. سويتش برنتنج ميثود دي جاي عاكس فيها برنت، اقول له عكس لي ده يساوي نوت برنت راشنال فلاج. وبالتالي لو كان ده ترو النوت بتاعه يبقى فولس فيبقى ده فولس، لو كان ده فولس النوت بتاعه ترو فيبقى ده ترو. بالتالي كل مره اعمل سويتشنج لل اعمل سويتش لل اعمل اند الفانكشن دي اللي هي سويتش برنتنج ميثود هيغير لي يعني هنا مثلا كي بتطبع بالطريقه العاديه. لما عملت كي سويتش برنتنج ميثود بقت كي بتطبع بطريقه ثانيه، لما اقول له كي دوت برنت راشنال يطبعها بطريقه جديده. شوف كده دول طبعا حتى العين. المفروض ان انا بعد برنت كي برنتنج راشنال ده برنت راشنال اللي بعدها تطبع، لان انا كده واحده مستفاه كده ظبطها. في بس عيب صغير في الطريقه دي، ان هي عشان الباقيين يطبعوا بنفس الطريقه دي ان انا اطبعهم بالريل نمبرز لازم اعمل مثلا عايز اطبع البي، هقول له لازم اقول له بي دوت سويتش برنتنج ميثود واطبع البي راشنال هيتطبع بالعلامه العشريه. كده كان كل فاريبل فيه ليه طريقه، قصدي ليه فلاج بيقول انا هطبعه كده ولا اطبعه كده، فلازم اغير لكل اوبجكت عندها سويتش برنتنج ميثود دي لكل اوبجكت عشان اطبعه بالطريقه اللي انا عايزها. ده طبعا حاجه مش ظريفه.
بس انا عملت الطريقه دي عشان بس تبقوا انتوا شايفين طرق مختلفه ان نعمل الحاجات دي يعني. طيب حاجه تانية عايزين نعملها في الراشنال كلوث انا وهي الاتي، عايزين نسبورت الديفيجن الفانكشن دي كده، عايزين هي تعرف اعرف ديفايد، اعرف تاخد رقم وديفايد الرقم ده على الرقم الجديد. هو هنا متضايق من الفانكشن دي عشان انا لسه محطهاش في الاتش فايل، احطها في الاتش فايل وامسح النيم اوبريتور واحط سيمي كولون. طيب هنا الديفيجن اعملها ازاي بقى؟ انا خدت كود المالتبليكيشن، لو انا عندي رقم 1 على 3 بقسمه على رقم تاني 2 على 3، فكأني بعمل ايه؟ كأني بقول 1 على 3 مضروب في 3 على 2، وبالتالي انا ممكن اخد النوميريتور بتاع ده واضربه في الدينوميريتور بتاع التاني، بدل ما اضرب النوميريتور في النوميريتور هضرب النوميريتور في الدينوميريتور واضرب الدينوميريتور في النوميريتور. انا كده عملت الديفيجن فانكشن تمام. في طريقه تانية برضو بحيث نبقى بنكسبلور الاشياء المختلفه، يعني لو قلت مثلا ايه على بي، هي لما اقول ايه في 1 على بي، وبالتالي لو انا عندي لو انا عندي طريقه لما اخد بيها البي ده اعكسه اقلب النوميريتور دي نوميريتور والنوميريتور دي نوميريتور نوميريتور، هعرف اعمل الديفيجن ده، هخلي الديفيجن عباره عن مالتيبليكيشن تمام. فانا هعمل فانكشن تعمل الكلام ده، تعمل ايه؟ ان انا تيجي لها تبقى انا مثلا عندي فاريبل ريشنال اقوم جاي عكسه، بحيث بعد الفانكشن يبقى النوميريتور بتاعي يبقى الدينوميريتور والدينوميريتور يبقى النوميريتور. طيب ماشي، هنا نعمل الكلام ده ازاي؟ نيجي عند ريشنال فانكشن هنزود void function بتinvert الراشنال نمبر اللي عندي، نيجي على السي بي بي هنعمل ايه هنا؟ عايز اخلي الرقم يتعكس، فيتعكس ازاي؟ اقول له integer temp بيساوي النوميريتور زي ما قلنا احنا هنا في الفانكشن، بالتالي كل حاجه هنا احنا شايفين واحنا جوه الفانكشن دي شايفين كل الحاجات دي، بعرف اكس النوميريتور بسهوله. انا كده خدت النوميريتور حطيته في فاريبل، انا كده اقول له خلي النوميريتور بقى بالدي نوميريتور، الدي نوميريتور يكون بالتم تمام. ده كده لازم يتعمل كده، ما ينفعش اقول له كده خلي حط الدي نوميريتور في النوميريتور وحط النوميريتور في الدينوميريتور، السطرين دول غير غلط. ليه؟ لان انا لو ده مثلا لو النوميريتور 3 والدينوميريتور ب 4، بعد السطر ده هيبقى الاثنين ب 4، بالتالي السطر ده ملوش معنى. فانا لازم الاول اخد النوميريتور احطه في مكان مختلف عشان كده عرفت فاريبل، بعد كده احط الدينوميريتور في مكان النوميريتور عشان اخدت النوميريتور احطه في التم، بعد كده اخد التم اللي انا خزنته على جنب ده ارجعه في الدينوميريتور. الثلاث طول دول مشهورين جدا لما توست ريبليس تو فاريبلز. في حاجه بقى احنا في اللاب كنا خدنا بالنا منها اللي هي دي، الكود ده كان مسؤول عن ايه؟ الكود ده كان مسؤول ان هو دايما يخلي الدينوميريتور بوزيتيف، فاحنا هنا عكسنا النوميريتور مكان الدينوميريتور. فلو كان الرقم اصلا نيجاتيف 3 على 2 ايه اللي هيطلع؟ هيحصل ايه لما نعمل الحركه دي؟ هيبقى 2 على نيجاتيف 3، وبالتالي الفانكشن دي ممكن تفايوليت الرول اللي احنا قلناها عشان نحافظ عليها في الراشنال كلاس. فعايزين هنا نميك شور ان الدينوميريتور بوزيتيف. عشان نعمل كده هنعمل ايه؟ ممكن نقول له الدينوميريتور ايكوال نيجاتيف دينوميريتور، بس كده لو كان هو بوزيتيف هيبقى نيجاتيف، مش عايزين كده. عايزين اول نتشيك هل الدينوميريتور اقل من الزيرو عشان ما نعملش حاجه غير لو كان في مشكله اصلا. لو الدينوميريتور الجديد بقى بعد ما انا عملت التحويله دي بقى اقل من الزيرو، احنا محتاجين نعمل ايه؟ نعكس اشاره النوميريتور ونعكس اشاره الدينوميريتور. كده احنا عملنا ايه؟ قلت له لو دينا نيجاتيف خليه بوزيتيف، لما
مضربته في نيجاتيف. طب وايه السطر اللي فوق ده؟ عشان ما اخليش القيمه بتاعت الراشنال نمبر تتغير، فلازم اغير النيوميريتور بتاعه، كاني ضربته في نيجاتيف واحد فوق وتحت. ما ينفعش اقول كده بس انا كده غيرت قيمه الراشنال نمبر، انما كده ما غيرتش قيمته. نجرب كده. المفروض ان انا لو قسمت، ماشي، نقول راشنال ديفيجن ايكوال اتش دوت ديف بي، احنا عاملين الديفيجن زي ما احنا الديفيجن معموله ازاي؟ الديفيجن معمول عادي جدا، ملهاش اي علاقه بالانفرس اللي احنا لسه عاملينها دي. الفانكشن دي احنا ما استخدمناهاش، عاملينها هشوف هنستخدمها ليه دلوقتي. انا بندى الفانكشن دي اللي هي بتعمل الديفيجن بالطريقه اللي احنا عارفينها، اللي هو بتضرب البسط في المقام والمقام في البسط. لو قلنا ديفيجن، حد متوقع النتيجه تبقى كام؟ ديفيجن دوت دوت برنت، بالتالي بقى ايه النتيجه دي؟ المفروض انا متخيل الديفيجن دي لما تطبع هيبقى اسم اتش اللي هي 3 على 2 على بي اللي هي نيجاتيف 3 على 2 اللي هي برضه 3 على 2، وبالتالي النتيجه المفروض تطلع 1 على 1. شوف كده اللي هيحصل. بس هو هنا طلع النتيجه 6 على 6، وده صح، يعني هي دي عباره عن 1 على 1. ماشي، ممكن نزود كود يختصر بقى الرقم ده بدل ما يجي يطبعه، فيطبعه 6 على 6 4 4 على 4 والكلام ده، يطبعه 1 على 1، بس ده هيبقى يخلي الكود صعب شويه فمش هنعمله دلوقتي. طب كان ممكن نعمل الديفيجن بطريقه ثانيه، يعني كومنت الكلام ده كده كنترول عايزين نعمل الكلام بطريقه ثانيه. ممكن نعمل راشنال او نقول له حتى ان دوت ديف، دوت ان هنا اتضايق ان انا ببدا الفانكشن جواه. هنا عملت ايه؟ بقول له اعكس لي الان، خلي البسط بتاعه مقام والمقام بتاعه بسط. بعد كده اقول له ايه؟ اقول له ريتيرن ال او ان دوت او نقول سيس مال ان. ايه الجمال ده؟ ايه المنظر الجميل ده ان احنا نتكلم فيه؟ ان دوت انف، نشوف هتعمل ايه. احنا هنا بدهنا الديف فانكشن دي، هنا بدهنا الديف فانكشن هنا، احنا ممكن نعمل بريك بوينت هنا نشوف ايه اللي هيحصل فيه. هو لسه ما عملش اي حاجه في الكونسول. ندخل جوه الديف فانكشن عن طريق ستيب انتو، فيدخل ان كانت بكام؟ كانت ب 3 على 2، 3 نم ودي نم ب 2. المفروض لما اقول لها انفرس لما نفذت الفانكشن ده كده تلاقيها بقت 2 على 3، اتعكست، كانت 3 على 2 بقت 2 على 3، لان الانفرس فانكشن دي بتقوم جايه عكس النيوميريتور والدينوميريتور. ساعتها ممكن اعمل كده، يبقى انا كده كان كنت عايز اعمل ايه على بي، فعكست البي بقى 1 على بي، فانا كده ممكن اضرب الاي في 1 على بي، يعني الان ده بقى 1 على بي، وبالتالي لو ضربته في الكلاس اللي انا جواه يبقى انا كده كاني عملت الاوبريشن دي اللي هي ايكوفلنت الاوبريشن دي. طيب لما اجي انده المالتبليكيشن فانكشن هيبقى عندي الان كبارامتر، ممكن اقول له ان دوت مالتبلاي دوت مالتبلاي، بس عايز اقول له بقى ان اعمل لها مالتبليكيشن في الاوبجكت اللي انا جواه حاليا، اللي هو مين؟ اللي هو اللي نده الديفيجن هنا ده، اللي هو على الشمال ده اتش. هو اتش ده اللي هو داخل اللي انا داخل اللي انا جواه حاليا في الديف فانكشن. فانا عايز اقول له الاتش ده اضربه في البي، بس مش عارف اعمل كده ازاي. فالاتش هي دي، قصدي الاتش هي اللي انا جواها، وده البي اللي هو مبعوث في البارامتر بتاع الديف. فانا جوه كل فانكشن عندي حاجه اسمها زيس. زيس ده بيرفلكت، بيبقى كانه فاريبل بيعود على اسم الاوبجكت اللي هو ده. يعني لو انا عندي اتش دوت ديف يبقى انا زيس عندي هو اتش، وعندي ديفيجن دوت برنت راشنال يبقى زيس حاليا جوه برنت راشنال هو ديفيجن. طب جي دوت ليست زد يبقى وانا جوه فانكشن اسمها ليست دي زيس بيعود على على جي. بس هو بوينتر، وبالتالي ما بعرف لو انا لو زيس ده اوبجكت هعمل زيس دوت، انما عشان هو بوينتر بعمل زيس بالطريقه دي. ليه هو بوينتر؟ مش هنتكلم دلوقتي. ليه زيس ده مش اوبجكت وخلاص واعمل دوت بي على طول؟ مش موضوعنا دلوقتي عشان هيلخبط شويه.
فهنا انا بقول له انا ما دام انا بوينتر يبقى عندها الفانكشن اللي جوايا بس. فقلت له اضرب لي الاوبجكت اللي انا فيه اللي هو الاتش، اعمل له ملتبليكيشن بالبي، اتش ملتبلاي بالبي. بس انا كنت غيرت بقى في قيمه البي اللي جت في ان دي. فلو دخلنا هنا المفروض زيز ده قيمته بكام؟ 3 على 2. ليه؟ لان الاتش اللي هو ده 3 على 2 يدخل جوه الفانكشن تاني. المفروض الفانكشن لما تنفذ تخش جواها تيجي لي هنا، هتلاقي النم 3 ودي نم 2، النم التاني 2 ودي نم ده 3 عشان هما اتعكسوا. فلما تضرب الكلام ده كده تلاقي الترم تم جالك الديفيجن دي بقت 6 على 6. تيجي تبرنتها بتتبرنت على طول. تمام بس كده، ده كلام جميل خالص. ماشي كده احنا خلصنا الجزء اللي ليه علاقه بالريشنال نمبرز. عايزين نتكلم شويه في الديفلوبر. الكلام اللي قلته ده مش سهل الناس تفهمه، بس لو حد شاطر شويه ممكن يفهم الكلام ده بسهوله ان شاء الله. انما احنا الاساسي بتاعنا هو اللي موجود في اللاب الاساسي. طيب ديفلوبر، تخيل احنا عايزين نعمل الاي دي بقى. انت تخيل انت المين بتاعتك دي، غير شويه كده، تخيل المين عايشه معانا شويه، يعني المين مش بتشتغل وتخلص وتروح. الادمين دي قاعده وتتسجل في الكمبيوتر، ولو ضفت عليها ديفلوبر بيتسجل، ولما اجي افتح البرنامج تاني بلاقيه متسجل. فكان البرنامج بقى عندي قاعده بيانات من الديفلوبرز، عندي مثلا الديفلوبرز الموجودين في الشركه، فانا عارف ان عمر ده بياخد مرتب قد كذا، و عارف اللغات الفلانيه، وعارف ان في واحد تاني اسمه حسام مثلا، حسام ده بياخد ايه؟ 12 جنيه في الشهر. بس لازم يكون اسم الاوبجكت مختلف شويه. حسام يعرف، عايز اقول ان حسام يعرف جافا. عايز اقول ان في مي تاخد 100 جنيه ما شاء الله، ولازم المية دي تبقى في ميل صح؟ طيب ماشي، عايزين نقول الآتي بقى، عايزين برضو نسمي دي ام مثلا، ام دوت اد لانجوج جافا. يبقى كده مية عند بتعرف جافا، حسين بيعرف جافا، وعمر بيعرف اللغات دي كلها. تمام؟ طيب ماشي. تخيل انا بقى قلت لك دلوقتي انا عايزك في المين تعمل ايه؟ تبرنت developers name developers اللي بيعرفوا تمام؟ انت عايز تبرنت الديفلوبرز اللي يعرفوا جافا. مش بس كده، عايز كمان منهم اللي هم الميلز. تمام؟ فعايزين نطبع اسامي الديفلوبرز اللي هم اللي هو مي، ونطبع حسام وعمر، هم دول اللي يعرفوا جافا وميلز، انما مي في ميل وتعرف جافا، مش حققها الشرطية. تمام؟ طب ليه ما نعرفهم يعني؟ ما انا يعني قبل من شوية هو كاتب الكود، هو لسه عارف ان ده عارف ده. بس احنا قلنا هنفترض ان البرنامج ده بيتقفل ويتفتح، والداتا دي متخزنة فيه، يعني كأنك قاعد بقى في برنامج شغال فيه، والبرنامج ده بيقفل ويفتح وتسجل فيه ديفيلوبرز، وبعد شوية ترجع تبص على الديفيلوبرز دي، تمسح واحد منهم، تضيف واحد، تعدل في بيانات واحد، وهكذا. وبالتالي انت مش دايما عندك اكسس على الناس كلها، فانت هيبقى عندك مثلا 1000 ديفلوبر في البرنامج ده. فعايز تقول له طب والله احنا عندنا مشروع قريب هنحتاج نعمل فيه حاجه بالجافا، فعايزين نعرف، والموضوع ده مثلا محتاج سفر كتير وبتاع، فمحتاجين الاولاد، فمحتاجين الاولاد اللي يعرفوا جافا. فانا هدخل على السيستم بتاعي كده، بس طبعا مش هبقى شايف المين دي، هبقى شايف برنامج ليه جي يو اي وجرافيكال انترفيس وبوتونز وزراير وجو كده. هقول له والله اعمل لي سيرش على الناس الفلانيين دول، والناس دي متسجلين
هنفترض التيبل وانا بجيب التيبل ده بتعامل معاه. فهنفترض التيبل ده هو عباره عن الاتي: انا عندي كذا ديفلوبر صح؟ يبقى عندي فاهم انا كده عملت ايه؟ كده يعني هنأسيوم ان انا عندي الاتي: عندي ديفلوبرز، شويه ديفلوبرز ثلاثه حاليا، بس ممكن يكونوا 200 ولا 300، ممكن يكونوا كتير جدا. وعايز اشوف الديفلوبرز دولت مين فيهم بيعرف جافا، يكون في نفس الوقت ميل. فهعمل الاتي: عندي الديفلوبر الديفلوبر ككلاس، نبص عليه كده، في سيت نيم، في جيت نيم، في جيت جندر، في جيت سالري، في سيت سالري، في سيت جندر، اعرف اتشيك على الـ على الـ على اي حاجه انا عايز اعرفها جوه البتاع ده. فهعمل عايز الف على كل الناس، اعمل فور لوب انتجر اي كول 0 اي اقل من 3، ده عدد الناس اللي في الديفلوبرز ليست. وعايز اقول له انا عايز اطبع اسامي الناس اللي بتعرف جافا، اقول له الاتي: اقول له هل الديفلوبر رقم اي دوت جيت جندر، هل الجندر بتاعته مبدئيا كده ميل؟ هذا الراجل ده ولد. تاني حاجه اقول له هل تمام. تاني حاجه عايز اقول له هل يعرف جافا. فهل يعرف جافا دي صعب، صعب اقول له هنا، يعني انا ماليش اكسس على ايه. بصوا اللي انا اعرف اعمله هنا، انا هنا في المين صح، فانا هنا في المين، انا لسه في المين، فانا في المين يبقى ماليش اكسس غير على البابليك سيكشن ده اللي هو فيه سيت نيم، اد لانجوج، جيت نيم، جيت جندر، سيت جندر، جيت سالري، سيت سالري، برنت لانجوج. فانا بالمتاح حاليا ده مستحيل اعرف هو يعرف جافا ولا لا، لان انا ما عنديش اكسس على اللغات. انا اللي عندي اكسس على اللغات في ايه؟ عندي اد لانجوج بضيف فيها لغه، وعندي برنت لانجوج بيطبع اللغات اللي الشخص يعرفها لليوزر على الكونسل. فانا ما اعرفش في البين كده اكتب اف كونديشن اتشيك فيه هو يعرف جافا ولا لا. ممكن اعمل الاتي: ممكن اطبع، ممكن اطبع هنا واقول له، تقول له طب اطبع برنت لانجوج، يعني اجي عند كل واحد واقول له برنت لانجوج، وابدا افتح بقى برنامج هو بيكسكيوت، الاقيه بيطبع لي اللغات اللي يعرفها كل واحد. ولما الاقي حد بيطبع قدامه جافا افتكر هو كان اسمه ايه، فارجع هنا واظبطه. طبعا ده مش اسلوب بروجرامنج، انا عايز كود يقول لي ان هو عنده لغه ايه. فانا عندي حل بقى. الحل كالاتي: ان انا هنا اقول له بوليان فانكشن هعمل فانكشن اسمها نوز لانجوج، هل الراجل ده بيعرف اللغه دي ولا لا؟ تمام. بس الفانكشن دي هدفها ايه؟ ان هي تقول لي هل اللغه اللي انا بعتها لك دي الراجل اللي انا فيه ده يعرفها ولا لا. فهاجي عند الجافا كلاس ده، ضغطي الديفلوبر كلاس، ادخل جواه، اعمل بلاتي، اقول له انا كده جوه الكلاس نفسه، جوه الكلاس اللي اسمه ديفلوبر، فانا عندي اكسس على حاجات جميله. احد الحاجات دي هو الاندكس، الاندكس ده اللي هو بيقول لي انا عندي كام، انا اعرف كام لغه. فاقول له لف لي على كل اللغات اللي بتعرفها. الاندكس هنا عشان انا عارف ان هو ضايف اندكس عدد من اللغات. هنا هو متضايق من اندكس ليه؟ مش عارف، يقول لك undefined. undefined احنا نسينا نعمل المنظر ده. احنا نقول له ان نو لانجوج دي بتاعت الديفلوبر كلاس. فهقول له بقى الاتي: لو languages of i equal equal lang، ليه انا كتبت كده؟ انا بقول له انا عايز اقول له انا هبعت لك لانجوج معينه من المين، عايزك تسيرش على اللانجوج دي جوه اللانجوج بتاع الديفلوبر، فلف على الاداه بتاع الديفلوبر اللانجوج ده، شوف لو اي لغه منهم بتساوي اللغه اللي انا بعتها لك كبرامتر، يعني يبقى الشخص اللي واقف جواه ده عارف اللغه دي، فريتيرن لي قول لي اه ده يعرف.
في غلطه بتحصل دايما ان حد هنا بيعمل الف وما لقيتش ريتيرن فولس. دي غلطه ليه؟ لان المفروض قلنا لو في كونديشن في جمله واحده ممكن اشيل الاخر. هنا ريتيرن فولس ليه غلط؟ ريتيرن فولس هنا غلط عشان انا بقول له لو لقيت، لو انت اي بي 0 مثلا دخلت هنا في لانجوجز اوف 0 لو هي ايكوال ايكوال لانج ريتيرن ترو، ايلس ريتيرن فولس. فكده هيعمل ايه؟ اول مره يدخل الفور لوب دي ب 0 هيقول لو اللغه رقم 0 ايكوال ايكوال اللي انا عايزها ريتيرن ترو، ايلس ريتيرن فولس، هيخلص مش هيستنى. المفروض انا بريتيرن ترو لو لقيت اللغه في اي مكان جوه لانجوج الري، بس بريتيرن فولس لو ما لقيتش اللغه في ولا مكان جوه اللانجوج الري. فولا مكان دي تحتاج ان انا لازم اعدي على كل الري الاول، وبالتالي انا كده مستعجل قوي في الارض او ان هو مش عارفها. المفروض بعد ما الفور لوب تخلص اقول له ريتيرن فولس. ازاي بقى؟ كالاتي، انا جوه الفور لوب دي امتى هنفذ السطر ده؟ لو في اي لحظه لانجوج اوف اي بقى ايكوال ايكوال لانج، وبالتالي هو يعرف اللغه دي. طب لو ما يعرفهاش كل مره يدخل الفور لوب الاكسبريشن ده هيفالويت تو فولس، فمش هيخش ريتيرن ترو. فلما يخلص الفور لوب دي كلها ويخرج بره معناه ان هو ولا مره قابل لغه بتساوي اللغه دي، وبالتالي هو الشخص ده ما يعرفهاش، فممكن ريتيرن فولس عادي. الفانكشن دي هتفيدني ازاي بقى؟ تفيدني كالاتي، هقول له هقول له على طول بقى هنا اند اند ديفز اي دوت نو لانجوج جافا. ساعتها بقى ايه اللي يحصل؟ بقول لو لقيت الجندر بتاع الراجل ده ميل، وفي نفس الوقت الديفلوبر رقم اي ده بيعرف جافا، نعمل ايه ساعتها؟ سي اوت، عايز اقول له بقى اطبع لي بقى رقم الديفلوبر كده، بعد كده اطبع لي اسمه ديفز اي دوت جيت نيم، ممكن كمان اند لاين، فلاقيه متضايق من سي اوت، من هنا سي اوت از انديفايند عشان احنا مش عاملين انكلود اي اوست ولا يوزنج نيم سبيس ستيب. مبقاش متضايق. شوف كده اللي يحصل، المفروض انا متوقع ان بعد ما يرن الكود ده يطبع لي طبع لي حسين، وبعد كده طبع لي عمر. ليه هو عمل كده؟ حسام طبيعي عشان هو انا هنا قلت له ان اول واحد في الديفلوبرز اسمه سي، اللي هو سي ده اللي هو حسام، وتاني واحد الام اللي هو مي، تالت واحد الدي اللي هو عمر. فهنا ده منطقي اللي هو طبعا طبع حسام لما لقاه وطبع عمر لما لقاه، بس في حاجه غريبه طبعا. لو انا كان نفسي باي ليست كده بدا من واحد وتمشي واحد كل ما الاقي ديفلوبر ينفع. فانا عملت كده ازاي؟ قلت له ما مش الاي ده الاندكس بتاع الحاجه، فانا كل ما الاقي اي اطبع الاي الاول. بس المشكله الاي ده ما بيعبرش، الاي ده بيعبر عن الاندكس بتاعه في الاري، وانا اصلا بسلكت من الاري ده ناس اللي هم بيفتوا الكراتيريا دي، اللي هو في ام وفي جافا، اللي هو ميل وبيعرف جافا، تمام. بس المشكله في ايه؟ ان انا هنا بطبع الاي على طول، المفروض ما اطبعش اي، المفروض اطبع حاجه ثانيه. فهنعمل هنا كاونتر نساويه بواحد، يبقى الكاونتر ده بطبعه جوه الاف كونديشن وازوده كمان. يبقى انا كده بعمل ايه؟ بقول له سي اوت للكاونت، اعمل لي سي اوت بلس بلس لما تكون بعد الفاريبل، معناها ان هو بيعمل اوبريشن على الفاريبل نفسه، وبعد كده يعمل له بلس بلس. الناس ما تتلخبطش، بس كاني عامل كده بالظبط، لو كنت لسه كاتبه كاني عامل كده. فانا هنا بقول له لو لقيت الديفلوبرز رقم اي الجندر بتاعه بام، لو لقيت الديفلوبرز رقم اي بيعرف اللانجوج الفلانيه، اطبع الكاونت اللي هو بواحد حاليا اسم الديفلوبر ده، بعد كده خد سطر جديد و اعمل كاونت بس بس، المره اللي جايه اطبع رقم الديفلوبر الجديد. ران كده، هنا طبعا بقى واحد حسام اثنين عمر، تمام. كان في حاجه سريعه عايزين نعملها كده، عايزين نعمل الاتي، عايزين فانكشن تقول ريز ريز السادريز دي،
مش نفترض الناس دي ولا عايزين نرز الصدري بتاع الناس دي، يعني عمر الناس اللي هم هيشتغلوا في المشروع ده اللي هم عارفين جافا وفي نفس الوقت ميلز، كانهم هم لما دخلوا الفروت لوب دي هنفذوا المشروع، فانا كده كان المشروع فينش، فعايز اعمل لهم ريزنج للصدري، فلازم عشان احط فانكشن ريز صدري لازم احطها هنا. ليه هنا؟ عشان ده انا عايز الفانكشن دي تغير في ايه؟ تغير في السالري بتاع الديفلوبر الواحد، فلازم الفانكشن دي تكون ليها اكسس على السالري اللي موجود جوه الديفلوبر الواحد، عشان كده لازم تتحط هنا، وعشان السالري ده برايفت فانا ما اعرفش هنا اقول له ديف اوف اي دوت سالري بلس بلس مثلا، مش عارف اعمل كده، السالري ده برايفت فما اعرفش اكسسه، فهنا اقول له ريز السالري، زود لي السالري بتاع الشخص ده. هعمل كده ازاي؟ عملت الفانكشن اللي اسمها ريز سالري، لازم اروح اعرفها في السي بي فايل، هنا صحيح ترتيب الفانكشنز كتابتها هنا مش ما يفرقش اي حاجه، مش فارق اكتب مين قبل مين يعني، المهم بس لو لا مش مهم، كله زي الفل. هنا ريس سالري اعمل ايه في ريس سالري؟ عايز اعلي السالري، هقول له خلي السالري ايكوال سالري في 1.1، يبقى انا كده بقول له علي السالري 10%. طيب ده كده الديفولت ريس سالري ريز، فانا ممكن هنا اقول له بقى في المين اقول له الديفلوبر انت عرفته اللي هو رقم اي ده اعمل له ريزنج للسالري، اقول له بعد كده سي اوت مثلا نيو سالري اوف رن كده كود. فهنا بيقول لك حسام السعر الجديد بتاع حسام بقى 11، هو كان 10 اصلا، فده 10% على نفسه اللي هو 1 بقى 11، عمر السعر بتاعه بقى 1.1 في 10 اس 12، تمام. فده كده احنا كده خلصنا اللي المفروض نعمله في اللاب ده، معلش انا عارف ان الكلام كان صعب شويه بس هو تشغيل دماغ يعني، كده احنا خلصنا الاكسترا بتاع لاب دي. ده اوبشنال يا جماعه، لو حد مش فاهم الكلام ده عادي، ده حاجه للناس اللي عايزه تستزيد يعني، فكر مع بعض وكده. شكرا.